ورحمة الله وبركاته. اليوم يا حلوين جيت لكم معايا بنوع جديد من الأحجار الكريمة إن شاء الله. طبعاً الحجر اللي معايا اليوم هو حجر الكوارتز. حجر الكوارتز من الأحجار اللي جداً جميلة، إذا كان تقدروا تيجي تشوفوها عن قرب. هذا حجر الكوارتز أو بلورات الكوارتز. بلورات الكوارتز من الأحجار جداً جميلة، تمام؟ وتتكون بشكل بلورات مدببة الرؤوس، لاحظ البلورات الكاملة هذه توجد في بواطن الأرض بين الجبال في عروق الكوارتز أو اللي هو المرو في بعض الجبال، بنحصل هذا الشيء من الأحجار الجميلة. الآن الحلقة حقت اليوم هي كيف أعمل شكل جميل من هذا الحجر، كيف أعمل لكم شكل جميل وهندسي بهذا الحجر، حنقصه حنعمله بشكل جميل وتطلع كتحفة منزلية جميلة وفخمة إن شاء الله. خليكم معايا على الحلقة إن شاء الله، إن الحلقة تعجبكم ويلا معايا. الآن هنبدأ نشكل هذا الحجر على شكل هندسي أو شكل قلب مثلا، يكون جميل للزينة ويكون جميل لنا إن شاء الله في المستقبل إنه يكون كزينة منزلية أو حاجة زي كده. كيف هنبدأ نسوي هذا الحجر؟ طبعا هنبدأ نحدد الرسمة اللي نبغاها، ممكن يكون معانا قلم زي كده للتحديد، ممكن نحن نحدد الشكل. هذا حيكون الشكل القص. حيكون بهذا الشكل. اوكي؟ هنقصها هكذا ونفصل هذه الحجرتين عن بعض. يلا خليكم معايا ونشوف كيف طريقة القص. طبعا في طريقة القص يحتاج منشار زي ده أو صاروخ، تحتاج ريشة زي هذه للقص. بسم الله. بهذا الشكل يعني ممكن لو خبطناها خبطة خفيفة هتفك من بعض. شفنا حاجة ثانية مثلا بهذا الشكل، الآن أصبح شكله قريب للقلب مضبوط. الآن حيبدأ ترتيبه على الشكل الدائري للقلب مضبوط، وحيبدأ تظبيطها بشكل أفضل من هذا الشكل. الآن صار عندنا قطعتين، يلا خليكم معايا عشان ما نطول في الكلام وشوفوا طريقة العمل عليها. you
الان طبعا صار شكلها اجمل من اول. طبعا احتاج لها قليل من الترتيب من هنا، وبعد ما اخلص الترتيب لها حرجع لكم عشان صوت الصاروخ جدا عالي فلا يمل لكم ازعاج في التصوير. اخلص الشكل النهائي حوريكم هو وخليكم معي. بعد ما كانت قطعة كبيرة الان اصبحت قطعة ثانية بهذا الشكل، وهذه القطعة الثانية احتفظنا بها من التكسر نستخدمها في شكل اخر، ممكن نحطها هكذا. الان انا هعمل لها قاعدة لهذه القطعة، هعمل لها قاعدة اقصها من هنا عشان توقف بهذا الشكل، تصير قطعة ديكور جميلة جدا. هستفيد من القطعتين. الان هنقص هذا الشيء بشكل عمودي عشان توقف، الان ما حتقدر توقف، لو ثبتها كده ما توقف. لازم نقص القاعدة بشكل جميل ونخليها كزينة دائرية بهذا الشكل. يلا معايا. الشغل هذا يحتاج وقت وايضا يعمل شويه الصاق، اعذرونا عليها. بالاخر نطلع قطع جميله وان شاء الله تعجبكم. يلا نكمل. طيب بهنا تكون انتهت حلقتنا لليوم، وهذه نتيجه الاحجار اللي عملناها اليوم. هذا شكل القلب، وهذا شكل نحط على المكتب او نحط في المنزل بشكل جميل. هذه طبعا الاعمال اللي الواحد ممكن يعملها بطريقه الاحجار. اوكي، وهذا طبعا حجر الكريستال الخام البلورات. هذه بلورات الكريستال ممكن تشوفوها، في كثير من الناس يشوفوها يفكروها هذه جواهر ولا يفكروها انه هذا الماس وكذا، طبعا هي كريستال، احجار كريستال فقط. ممكن تدخل على النت وتقروا عنها، وهذه الاشكال اللي ممكن تصير منها. يجي هذا الكريستال على الوان، ممكن يكون احمر، ممكن يكون بعض الاحيان اخضر، ممكن يكون باللون الشفاف زي ما هو موجود هنا. اوكي، طبعا لكل نوع فخامه ولكل لون فخامه اكيد، ولكن في الاخر هو احجار كريستال بلورية الشكل او بلورات الكريستال. ومن هنا ان شاء الله تكون انتهت الحلقة لليوم، ان شاء الله تكون حلقتي عجبتكم، تعلمنا فيها حاجة جديدة. وفي اخر الفيديو هحط لكم صورة للحجر وانا حاطه بطريقة جميلة كزينة في المنزل، شوفوا الصورة في اخر الفيديو. ولا تنسى اشتراكك ولايكك، لو عجبك الفيديو لايكك الاليم، لو ما عجبك الفيديو برضو لايكك الاليم. تحياتي لكم ومع السلامة.